أقص الله مساءكم ونشرة أخبار الخامسة والعشرون يقدمها لكم سيد أبو حفيظة من استوديوهاتنا بستة أكتوبر، وإليكم عناوين الأخبار. نتيجة مؤسفة لامتحانات كادر المعلمين. القاهرة بعد قانون المرور الجديد. إضراب جديد لعمال الغزل والنسيج. متابعة لمؤتمر الخيار الاستراتيجي أنا بوليس. أحدث أساليب شركة حياة بلا دهن للدعاية لمنتجها الجديد. إليكم تفاصيل الأخبار. بعد النتيجة المؤسفة لامتحانات كادر المعلمين، إضراب أكثر من 40,000 مدرس أمسك كل منهم بتباشير طبي ألوان تعبيرا عن استيائهم من صعوبة أسئلة المفتش كولومبو وعجزهم عن حلها، وقد طالبوا بإعادة تصحيح أوراق الإجابة مؤكدين أن الأسئلة جاءت من خارج المقرر، ومجمعين أن اللي سرق أم أويق هو زكي زلقطة مش حنبوزو لاوي بوزو. شهدت مدينة القاهرة عددا ضخما من المخالفات التي تم رصدها في أول يوم لتطبيق قانون المرور الجديد، رغم أن شهود عيان أكدوا أن الشوارع شبه خالية من السيارات، وأن الضباط لجأوا لتحرير مخالفات لسائق العجلات والكارو حفاظا على هيبة الدولة. فاصل إعلاني ونعود لنشرة أخبار الخامسة والعشرون. لو 20 مليون شاب عدوا سن الـ30 ولسه ما تجوزوش وجزوا على سنانهم، تفتكروا هنسمع بعض؟ لو 20 مليون بنت لبست جيبة قصيرة، تفتكروا الشباب اللي بيجزوا يعملوا فيهم ايه؟ لو 20 مليون مصري عايزين يختصروا البنات دي كلها في 6 واحدة، تفتكروا يختاروا مين؟ في 20 مليون مصري بالفعل اختاروا أم نبيل، تفتكروا هيكون ايه موقف نبيل؟ عدنا من الفاصل ونتابع معكم باقي أخبار نشرة الخامسة والعشرون. إضراب جديد لعمال الغزل والنسيج في المحلة، مطالبين بعرض أفلام رعاة البقر في دور العرض بالمحلة، وذلك بعد رفع فيلم صوفا ما أقولك، والذي يعتبر من الأفلام الروائية طويلة التيلة والتي أثارت جدلا في الفترة الأخيرة، حيث رفع عمال البشاكير والفوط لافتات معبرين فيها عن تركهم للعمل، حيث كتبوا عليها فطك بعافية. على هامش مؤتمر الخيار الاستراتيجي أنا بوليس، بوش وأولمرت يعلقان في حوار خاص مستقبل السلطة الفلسطينية على طلباتهم أولا، فقد طلبوا من أبو مازن 1 فتة شاورما و2 مناقيش جبنة و1 صاج لحمة، في حين رفض أبو مازن هذا الأسلوب رافعا شعار سنطالب بأرضنا أتى الموت، ويؤيده في ذلك الرئيس الإيطالي كابوتشي كابوتشي. وقعت شركة حياة بلا دهن لحبوب التخسيس عقدا مع كل من الفنانين حسيب الجسمي والفنان نبيل شعيب للدعاية للمنتج الجديد، مؤكدة أن العملاقين لم يصل إلى هذه الرشاقة إلا باستخدام تلك الحبوب. وقد قام الفنانين بتسجيل دويتو على سبيل الدعاية يحمل اسم ولا دهون عليا، مرتدين تيشيرتات لصق عليها لافتة ممنوع انت تخين. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي نشرة أخبار الخامسة والعشرون. كان معكم سيد أبو حفيظة، نحن نرى الأخبار من وجهة نظرنا وننقلها إليك. عضو بالعافية. هذا البرنامج برعاية